استاذ قلب الاطفال جامعه المنصوره. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك دكتور. يعني بالنسبه للاطفال الام ازاي تعرف اذا كان طفلها ممكن يكون بيشتكي من حاجه في القلب او ايه الشكوى، ايه اللي هي ممكن تلاحظه، ايه الشكوى اللي ممكن تسمعها من الطفل لو طفل كبير شويه؟ هو احنا هنبدا ان عيوب القلب الخلقيه، يعني اختلافات في تركيب القلب متكونه اثناء تكوين قلب الجنين خصوصا في اول 3 شهور من العمر. فالبيبي لما يتولد ممكن ما يبانش تاثيرها على الدوره الدمويه وهو جنين في بطن الام، لكن طبعا دكاتره النساء والدكاتره المتخصصه في قلب الجنين بنشوفه بقى، بنشخصه هو هي حامل فيه. ده ميزته ايه؟ ان احنا لو عيوب خطيره او عيوب بتحتاج ان احنا نتدخل فيها بعد الولاده على طول، فبنوصي ان الام تتولد في مستشفى جامعي في كل التسهيلات لتشخيص وعلاج امراض القلب من سواء اسطار علاجيه او جراحه، ويتنقل لنا على طول. ده احنا اللي عارفينه اصلا وهي حامل فيه. لو بقى هو اتولد وما حدش عرف المشكله اللي عنده اثناء الحمل، فاحنا بنقول للام طبعا اي مريض بالقلب بقى عنده مشكله في مجهوده، مش عارف يمشي، مش عارف يطلع سلالم، بينهج. فالمجهود بتاع الحديث الولاده او الطفل في خلال السنه الاولى هو مجهوده اثناء الرضاعه لما يجي يرضع من امه. ما بنقولش حاجه يعني زي شق الشفه او السقف المشغول، لا ده هو ما عندوش مشكله في الكلام ده، لكن لما بيجي يرضع بينهج. الام بتلاحظ انه بينهج، مش عارف يرضع كويس، بتلاحظ ان ضربات قلبه سريعه اثناء او نفسه سريع، وتلاقيه هو عشان بيتعب فبيوقف رضاعه عشان ياخد نفسه ويرجع يرضع تاني، بيعرق اثناء الرضاعه. كل ده منعكس على زياده الوزن، مش عارف يزيد كويس بالحد المتوقع منه في السن بتاعه ده. احنا عارفين طبعا كدكاتره اطفال وقلب اطفال انه المفروض يزيد 3/4 كيلو في الشهر في اول 4 شهور، ونص كيلو في الشهر في ثاني 4 شهور، وربع كيلو في الشهر. لو الزياده المتوقعه دي ما جابهاش يبقى في مشكله عنده. مع الاعراض الام بتقولها، بيعرق اثناء الرضاعه، مش عارف ينام لانه جعان، الام نفسها قلقانه. فكل دي الام لو شافت الاعراض دي تروح لدكتور الاطفال بتاعها وتقول له عنده كذا وكذا وكذا، وام ابني ما بيعرفش يزيد في الوزن. طبعا دكتور الاطفال بيسمع القلب وبيفحص كويس، بيسمع اي لغط او اصوات على القلب مش مفروض انه يسمعها، يبعتها بقى لدكاتره قلب الاطفال. نعمل موجات فوق صوتيه على القلب، بنشخص وبنعرف بقى الاب والام المشكله اللي عنده، محتاجه ايه، محتاجه مثلا قسطره علاجيه عاجله بنعملها، محتاجة جراحة قلب مغلق أو مفتوح بنبعته للجراح المتخصص في عيوب القلب الخلقية، محتاجة أدوية نساعده بيها شوية بنديها، محتاج متابعة. وطبعا أي أب وأم يعرفوا إن الابن عنده مشكلة في قلب بقلق، فإحنا بنطمنهم المتخصصين إن ده محتاج متابعة شوية، مش محتاجين يتدخل دلوقتي، أو ده لا لازم نعمله دلوقتي. فعشان كمان الأهل يهدوا ويطمنوا على طفلهم إن هو إن شاء الله في أيد أمينة، بس لازم اهميه بقى ايه ان هم يجوا بدري كمان. التشخيص المبكر. التشخيص المبكر. تمام. دكتور نسبه نجاح الحاجات دي قد ايه يعني؟ تطور؟ لا الطب الحمد لله قلب الاطفال او العيوب الخلقيه في مصر الحمد لله تطورت تماما، لان في مراكز كتيره بتتعامل مع المشكله دي. يعني المنصوره عندنا القلب وجراحه القلب في مستشفى الاطفال، فده بيدي نسبه نجاح عاليه جدا، لان احنا كلنا في مكان واحد في مستشفى الاطفال. احنا بكل التخصصات في طب الاطفال بتخدمنا لو احنا احتاجنا، سواء امراض الوراثه، سواء امراض الدم، سواء الكلى، لو نحتاج غسيل كلى، سواء مثلا الاشعه المتخصصه في سواء رنين مغناطيسي او اشعه مقطعيه، كلنا في مكان واحد. التشخيص المبكر طبعا لو هو جالنا في بدري بقى طبعا بيخدمنا تماما، ان انا لو هو عايز تدخل مبكر. في مراكز كتيره شغاله في القاهره، عين شمس، القاهره، الازهر، اسكندريه، فيها اسيوط، سوهاج، في مراكز كتيره في قلب الاطفال. دكاتره متخصصين بيسافروا بره ويرجعوا يقيموا البلد. بس طبعا قلب الاطفال وعيوب الخلقيه محتاجه صرف كتير من ناحيه الاجهزه اللي بتشخص، من ناحيه العنايات المركزه سواء في بعد الجراحه، سواء في الاسطره العلاج اسطره القلب نفسها بالنسبه للاطفال زي الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه ده، محتاجه اجهزه تقنيه عاليه وتخدم الطفل كويس. جراحه القلب المفتوح طبعا محتاجه المكن القلب المفتوح الحديث جدا، المونيتورز في اوض العمليات، اجهزه التنفس الصناعي في العنايه المركزه، لان الطفل بيطلع على تنفس صناعي. فكان دي كلها محتاجه تجهيزات بفلوس كتير. فعشان كده مراكز بتبقى زي مراكز ساتلايت، مراكز
زي مركز متخصص قوي المفروض ينتشر في كل مصر. احنا عندنا في المنصوره، في الدلتا، في المنصوره، في طنطا، في الزقازيق، في اسكندريه، القاهره فيها مركزين او ثلاثه، وبعدين في الصعيد، اسيوط، سوهاج، اسوان، طبعا اسوان هارت معهد القلب في اسوان دكتور مجدي يعقوب. وحتى دول كلهم مش كافيين لان نسبه عيوب القلب الخلقيه في الاطفال زايده قوي. يرجع بقى للتلوث، جواز القرايب بتحصل حتى من غير سبب، فلسه محتاجين كتير قوي عشان يخدم الاطفال. ميرسي جدا لحضرتك النهارده وتشرفنا. العفو.